اذا اليوم كنختموا الجولات اللي قمنا بهم باش نقدموا البرنامج ديال الاحرار اللي فيه 5 ديال الالتزامات كتهم التغطيه الاجتماعيه، كتهم الصحه، كتهم التعليم، كتهم الشغل، كتهم كذلك تقريب الاداره من المواطن، واللي هي كانت مناسبه باش نتكلموا على 25 اجراء كلها في الصلب ديالها ديال المعادله راس المال يعني البشري، كيفاش يمكننا نعاونوا الناس اللي هما شويه على التهميش، كيفاش يمكن لنا نقدموا خدمات احسن يعني للمواطنين في المستشفيات، وكذلك مستوى ديال التعليم باش يكون في هذا، وباش نوجدوا كذلك على الاقل مليون ديال الشغل يعني في 5 سنوات اللي هي مقبله. اذا برنامج اللي لقينا صدى يعني في الجوله ديالنا اللي هو جد ايجابي، واللي غادي نعملوه اليوم ابتداء من اليوم على لو سيت ديال الحزب، غادي يكون في 10 الليل موجود، باش يعني اللي بغى يشوفوا، بغى يواكبوا، اللي بغى يجيب يعني الافكار ديالو والاراء ديالو. حنا باقين في النقاش وباقين ان شاء الله غناخذوا الوقت ونمشيو للمناطق باش نشرحوا البرنامج ديالنا، لان اكدنا اننا نخرجوا يعني على الاقل 100 يوم قبل من يعني الموعد ديال الانتخابات، باش يبقى الوقت انه المواطن يشوف البرنامج ديالنا ويشوف برامج ديال احزاب اخرى، والكلمه الاخيره كتبقى للمواطن. المغاربه يستاهلوا حكومه اللي كتمشي مع التطلعات ديال صاحب جلاله. المغاربه كيستاهلوا صحه اللي تعطيهم ما تحيد الحقره. المغاربه كيستاهلوا كذلك الشغل والتمكين. المغاربه كيستاهلوا التعليم اللي يكون في المستوى ويعطيهم تكافؤ الفرص. المغاربه كيستاهلوا واحد الاداره اللي تجاوب معاهم. اذا المغاربه دائما كيستاهلوا احسن، فلهذا احنا بغينا باش الشعار ديالنا ان شاء الله تستاهل احسن.